وكيل على الحسين حسين. شو تقول زينب؟ أنا زينب يا أمير المؤمنين، يا أبي قد قطعوا جسم الحسين، يا أبو صالح صحته صحتها شنو؟ يا مهدي يا شهم أظهر للناس، لجلك ضحى الحسن ضحى العباس، وحسين لجلك بقى مرفوع راسه، وحسين لجلك بقى مرفوع راسه، يا منقذني البشر من الدجال، أدرك مو إجي يوم الأبدال، أدرك مو إجي يوم الأبدال، يا مهدي يا قائم يا منقذ يا خادم أنصارك، ظلموها أنصارك ظلموها، أظهر زين الظالم أظهر زين الظالم، يا مهدي يا مولاي يا مهدي يا مولاي. أعيد لك على راسي يا مهدي. أنا زينب يا أمير المؤمنين، يا أبي قد قطعوا جسم الحسين، يا أبو صالح صحته صحتها، يا مهدي يا شهم أظهر للناس، لجلك ضحى الحسن ضحى العباس، وحسين لجلك بقى مرفوع راسه، وحسين لجلك بقى مرفوع راسه، يا منقذ لي البشر من الدجال، أدرك نمو إجي يوم الأبدال، أدرك نمو إجي يوم الأبدال، يا مهدي يا قائم يا منقذ يا خاتم أمصارك، ظلموها أمصارك ظلموها، أظهر زين الظالم أظهر زين الظالم، يا مهدي يا مولاي يا مهدي يا مولاي بعد شيقول. من رحت مسبية من أرض الطفوف الموفق كرار البديري، من رحت مسبية من أرض الطفوف بجدمي أتعثر يا زهر وما أشوف، طيب شفتك يما من شفتك قلت شنو؟ يما يا مظلومة يا حسين ما هدومة عثر مسلبينا، حسين ابنك طايح بالخيام الصايح، ابو فاضل هنا زينب تناديك يا مسكينة، خيمة حرقاها يا خويا علينا، النار شب صحنته وين الكفيل، طيحتك يا ابو علي تأذينا، طيحتك يا ابو علي تأذينا، مظلومة يا حوراء مظلومة مظلومة يا حوراء صيح مظلومة مظلومة. من رحت مسبية من أرض الطفوف بجدمي أتعثر يا زهر وما أشوف، طيب شفتك يما من شفتك قلت شنو قلت؟ يما يا مظلومة يا حسين ما هدومة عثر مسلبينا، حسين ابنك طايح بالخيام الصايح، ابو فاضل بينا يا علي، زينب تناديك يا مسكينة، خيمة حرقاها يا خويا علينا، الناشر بس احنا وين الكفيل، طيحتك يا ابو علي تأذينا، طيحتك يا ابو علي تأذي، مظلومة يا حوراء مظلومة بعد مظلومة. أنا أقول لك ابني لو أخويا حريت حريت، بأنا أقول لك ابني لو أخويا حريت، وأنا أدري ما عفتن ولا رحيت، عندك
لكن ما وردت منك تستمع. اسمح يا ابن ابوي هضم فاطمة لم قطعت شفوف كلمة يظلم هاك اسمع يا اخوي شوف الخاتمة داره لك يا حيد صارت مظلمة اصرح يا عباس تخيلك يا بعد خدو كافلها يلي ترعب عدوان حسينك تقل فوق بسافلها اصرح يا عباس تخيلك يا بعد خدو كافلها يلي ترعب عدوان حسينك تقل فوق بكافلها اصيحك يا كافل تسكت العواذل اصيحك يا كافل تسكت العواذل يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة خادمك يا فاطمة بين اقول لك ابني لو اخوي حريت وانا ادري ما عفتن ولا رحيت عندك الموردت منك تستمع عندك الموردت منك تستمع اسمع فدوة اسمع يا ابن ابوي هضم فاطمة يا مقطع الجفوف للي ما يهضمه هاك اسمع يا اخوي شوف الخاتمة داره لك يا حليل صارت مظلمة اصرخ يا عباس تخيلك يا بعد خده وكافلها ينترع بعد وان حزينك تقلب فوق بسافلها اصيحك يا كافل تسكت العواذل يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة بعد يا فاطمة أنا كنت مخدرة يم الكفيف آخ يا كربلة شيبت الدليل مني جونا وضربة وسكية أنا صحت صحت ها صحت يا عباس الخيل من هجمت علينا صحت يا عباس فكرت خويا المدينة صحت يا عباس بصوت عالي ما تجينا يا ابو فضل سبون بلا رحم وجبة يا اخوي هذول من الزلم يا ابو فضل سبون بلا رحم وجبة يا اخوي هذول من الزلم وجبة يا اخوي هذول من الزلم يا حسن يا حسن يا ابا عبد الله يا حسن يا أنا كنت مخدرة يم الكفي كرار البديرة بعد يم آخ يا كربلة شيبت الدلي إني جون وضربة وسكينة صحيت صحت ها صحت يا عباس خيل من هجمت علينا صحت يا عباس تذكرت خوي المدينة صحت يا عباس بصوت عالي ما تجينا يا ابو فضل سبون بلا رحم وجبة يا اخوي هذول من الزلم يا ابو فضل سبون بلا رحم وجبة يا اخوي هذول من الزلم يا حسن يا حسن يا سبت زينب عمتك يا ابن الحسن ولا انسبت زينب عمتك يا ابن الحسن شلون تظهر ما تريد اهل الفتن انصار عندك تنتظر كلها تقول شو تقول يا قائم يا مهدي يا تاج الزلم معلومك هدينا يا اصل العلم وعيونك ما نهتم لاصحاب الدجل ضلينا ونادينا مولاه العجل بالفكر يا المنتظر ما نخله للكفر بالفكر يا المنتظر ما نخله للكفر يا مهدي يا مولاي يا مهدي بعد يا مهدي يا مهدي
خادمك على راسك. سبتي انا بعمتك يا ابن الحسن، شلون تظهر ما تريد اهل الفتن. انصار عندك تنتظر كلها تقول شو تقول. يا قائم يا مهدي يا تاج الزلم، معلومك هدي انا يا اصل العلم، وعيونك ما نهتم اصحاب الدجل، ظلينا ونادينا مولاه العجل. بالفكر يا المنتظر ما نخله للكفر، بالفكر يا المنتظر ما نخله للكفر. يا مهدي يا مولاي يا مهدي بعد يا مهدي يا مهدي. أرد أزور حسين وابكي على النحور، إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قبور شهداء أحد، وكان يزور قبر أمه، إلا ابن تيمية شد عن هذه القاعدة وأخذ يكفر من يزور القبور. شو تقول زينب هنا؟ أرد أزور حسين وابكي على النحور، لأن جدي يزور أصحاب القبور. شلون داعش حرم نزور اليموت، وهذا شي متوارد بكل الصدور، وهذا شي متوارد بكل الصدور. جدي زار اصحابه هم والبقيه، وانا اجزم زار عبد الله الرضيع. شلون حرم ابن تيمية القبور، فعلى هذا ترى اشنع من شريع، فعلى هذا ترى اشنع من شريع. يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. انا سعيد سعيد بس معنى صوتك. يا ابا ارد ازور حسين وابكي على النحور، الى ان جدي يزور اصحاب القبور. شلون داعش حرم نزور اليموت، وهذا شي متوارد بكل الصدور، وهذا شي متوارد بكل الصدور. جدي زار اصحابه هم والبقيع، وانا اجزم زار عبد الله الرضيع. شلون حرم ابن تيميه القبور، فعلى هذا ترى اشنع منه يا علي. وفعلى كان على علي ابا علي يا علي يا علي يا علي على راسك. ها Sleep, 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 sleep.